العمل. كتبت لك حياة جديدة. دي كلها نعمة من ربك. تخيل. الحياة طويلة. الحياة حق. لما طلعت من القبر أول شيء جاء على بالك إيش؟ شو علاقتي مع ربي؟ مع أهلي، مع ناسي، مع أولادي، وأهم شيء مع شو عملت؟ ماذا سوف أغير؟ يمكن هاي التجربة تخيلني عد ليس ذكرياتي لكن كيف أرتب حياتي. سبحان الله، يمكن دقائق بسيطة لكن كيف أثرت وسوف تؤثر في حياتي. نموذج بسيط، نحن كثير نخاف من الموت لكن الموت هو جزء بسيط من بداية رحلة الآخرة، وكثير من الناس تخاف من هذا الموت لكن أعتبر أن هذا الموت جزء لنعتبر وجزء لنحيا وجزء لنرد ونعطي الجميل. وأنا أعتبر الآن بجسد وروح الله أعطاني فرصة ثانية بجسدي وروحي أرجع مرة ثانية وأعمل وأزرع وأحصد وأعطي إلى آخر لحظة حتى أكون جاهز لربي. أمتي الملائكة تغسلني بروح بدون جسد، والآن عندي روح وعندي جسد، عندي الكثير بإذن الله. سوف أغير، يمكن تكون دقائق، يمكن تكون أيام، يمكن تكون سنوات، لكن بإذن الله سوف نغير. ما يكفي الحياة طيبة حسنا الخاتم. بارك الله فيك.